السلام عليكم ورحمة الله، صباح السعادة والجمال عليكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل، بدأنا المفرش السفرة، ده مفرش سفرة كبير بدأناه، وقلت لكم لو ما كملش هنكمل في الجزء التاني علشان وقت الفيديو ما يبقاش كبير قوي، علشان الناس ما شافتش الجزء الأولاني هحطه لكم هنا هو فوق في الرابط عشان توصلوا بسرعة، أو هحطه في صندوق الوصف تحت الفيديو في المثلث تحت، او هحطه في التعليقات، هحطهم لكم في التلات حتت يعني الاماكن. المفرش ده بخيط الصياد متر، عمل 500 جرام، وتقدر تستخدمي خيط اليزا ديفا او خيط اليزا كوتون جولد او مصر البيضة او خيط اكريليك حتى او خيط صوف، اي خيط او خيط حرير او خيط سلسلة، اي خيط متاح عندك هيعمل معاكي نفس الشكل ان شاء الله، بس هيفرق في المقاس بالنسبة لمقاس الخيط. يا رب يكون سهل عليكم، لايك وشير الفيديو، بحبكم جدا، ونبتدي بسم الله. قولي رايكم في التعليقات. اخر السطر هنقفل في رابع غرزه بغرزه، في رابع سلسله بغرزه منزلقه. السطر رقم 7 نعمل 10 سلسله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هفوت اول حشو وهدخل في التانية واعمل حشو، ادي 1، في اللي بعديها هعمل حشو، ادي 2، في اللي بعديها هعمل حشو، ادي 3، في اللي بعديها حشو، ادي 4، في اللي بعديها حشو، ادي 5. هعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 سلسلة، 2 عمود فوق العمود الأولاني، 1 2، وعمود فوق العمود التالي، سوري عمود نص، عمود بلفتين، لفة 2، ادي 1 2 في نفس المكان، ولفتين وعمود فوق العمود اللي بعده. هعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4، فوق العمود رقم 3 هعمل، اخد لفتين واعمل عمود، فوق اخر عمود هاخد لفتين واعمل 2 عمود فوق نفس العمود، 1 2. هعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، هسيب اول حشو وفي تاني حشو هعمل حشو، في تالت حشو هعمل حشو بكده 2، في اللي بعديها تالت حشو، في اللي بعديها رابع حشو، في اللي بعديها خامس حشو، هعمل 1 2 3 4 5 6 سلسلة، هياخد لفتين وفوق اول عمود هعمل 2 عمود، كل عمود منهم بلفتين، وفوق اخر فوق العمود التاني هعمل عمود، هعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4، هياخد لفتين فوق العمود اللي بعديه هعمل هعمل عمود، فوق اخر عمود هعمل 2 عمود في نفس المكان، هعمل 1 2 3 4 5 6، هسيب اول حشو واعمل في التانية حشو وهكذا لغاية اخر السطر. اخر السطر هنا عملت عمودين وهشبك في رابع سلسلة، 1 2 3 4 بغرزة منزلقة، وده شكل السطر رقم 7. سطر رقم 8 هعمل 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سلسلة. عندي هنا 5 سلسلة، هسيب الأولى والأخيرة وأعمل 3 فوق التلاتة اللي في النص، هعمل فوق تاني واحدة حشو، فوق تالت واحدة حشو، فوق رابع واحدة حشو، الأولى والأخيرة
سبناهم. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. تلات اعمدة دول فوق كل عمود هعمل عمود بلفتين. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة. هعمل اربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة، لفتين في الفراغ ده هعمل عمود بلفتين، واحد اتنين تلاتة سلسلة ولفتين، وهعمل عمود في نفس الفراغ، هيبقى عامل زي حرف ال V او السبعة. هعمل اربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة، لفتين، عمود فوق كل عمود من التلاتة دول. هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. هسيب اول واحدة حشو، فوق التانية هعمل حشو، فوق التالتة هعمل حشو، فوق الرابعة هعمل حشو. اصبح عندي تلاتة حشو بدل خمسة. هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. هياخد لفة وعمود فوق كل عمود لفتين، سوري، عمود فوق كل عمود من الأعمدة التلاتة دي. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة. اربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة، لفتين، وهنا اهو هعمل في الفراغ عمود بلفتين. تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، لفتين وعمود في نفس الفراغ. اتنين تلاتة اربعة سلسلة، لفتين، عمود فوق كل عمود من التلاتة دول لغاية اخر السطر. اخر السطر هقفل في رابع غرزة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة، بغرزة منزلقة. سطر رقم تسعة هنعمل عشر سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. عندي هنا تلاتة حشو، هسيب اول حشو، في التانية هعمل واحدة حشو، وفي التالتة هعمل واحدة حشو. كده بقى عندي اتنين حشو بس. هعمل ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. عند تلات اعمدة هياخد لفتين، وفوق كل عمود هعمل عمود بلفتين. تلاتة. هعمل اربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة، هياخد لفتين، في الفراغ ده هعمل عمود بلفتين، واحد اتنين تلاتة اربعة، لفتين، في الفراغ اللي هو السبعة ده هعمل عمود بلفتين، تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، لفتين وعمود في نفس المكان. اربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة، لفتين، في الفراغ ده هعمل عمود بلفتين، واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة، لفتين، عندي تلات اعمدة فوق كل عمود هعمل عمود بلفتين. ليه كده؟ اتنين تلاتة، هنعمل ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. عندي تلاتة حشو، هسيب الاولانية وهعمل حشو فوق التانية وحشو فوق التالتة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. وهنرجع نعيد هنا تاني اللي احنا عملناه هنا، الا وهو هنعمل تلات اعمدة فوق التلات اعمدة، اربعة سلسلة، عمود في الفراغ، اربعة سلسلة، جوه السبعة الفي دي هنعمل عمود بلفتين، تلاتة سلسلة، عمود بلفتين، أربعة سلسلة، عمود في الفراغ اللي بعده،
وأربعة سلسلة وتلات أعمدة فوق التلات أعمدة، كل عمود منهم بلفتين لغاية آخر السطر. آخر السطر هشبك رابع سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة، بغرزة منزلقة. السطر رقم 10 هعمل 10 سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. هعمل هنا غرزة حشو واحدة، ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، لفتين، وهعمل تلات أعمدة فوق التلات أعمدة دي، كل عمود منهم بلفتين. أربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة، في الفراغ هنعمل عمود بلفتين. أربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة، في الفراغ اللي بعده عمود بلفتين. أربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة، لفتين، وفي الفراغ السابع هنعمل عمود تلات سلسلة، عمود في نفس الفراغ، أربعة سلسلة، لفتين، وعمود في الفراغ اللي بعده، أربعة سلسلة، وعمود في الفراغ اللي بعده، أربعة سلسلة، لفتين، تلات أعمدة فوق التلات أعمدة دول. ستة سلسلة، لفت حشو في الفراغ اللي هنا ده، ستة سلسلة، وهنرجع نعيد هنا تلات أعمدة فوق التلات أعمدة، وهنكمل زي ما كملنا الناحية اللي قبليها، ألا وهي هعمل لكم العمود ده كده. هنكمل هنا تلات أعمدة، كل عمود منهم بلفتين فوق التلات أعمدة. أربعة سلسلة، عمود بلفتين في الفراغ، أربعة سلسلة، عمود بلفتين في الفراغ اللي بعده، أربعة سلسلة، في الفراغ اللي هو حرف V هنعمل عمود بلفتين، تلاتة سلسلة، عمود بلفتين، أربعة سلسلة، عمود في الفراغ اللي بعده بلفتين، أربعة سلسلة، عمود بلفتين في الفراغ اللي بعده، أربعة سلسلة، و تلات أعمدة فوق التلات أعمدة، وبعدين ستة سلسلة حشو، ستة سلسلة وتلات أعمدة، وهكذا لغاية آخر السطر. آخر السطر ببقى هنا، بصوا عاملة عمودين هنا، هقفل في رابع سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة، بغرزة منزلقة. وده شكل السطر لحد هنا. السطر رقم 11، 11 كده هنعمل تلاتة أربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة، لفتين، وهسيب السلاسل دي كلها واجي عند أول عمود من الأعمدة التلاتة اللي نحياش، وأروح شابكة على طول بعمود بلفتين أهو، تمام كده. هناخد لفتين وهنعمل عمود فوق العمود اللي جنبيه، ولفتين وعمود فوق العمود اللي جنبيه كده، تلات أعمدة بتوعي. هعمل أربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة، لفتين وعمود في أول فراغ هيا بني، أربع سلاسل ولفتين وعمود في الفراغ اللي بعده، أربع سلاسل لفتين وعمود في الفراغ اللي بعده، أربع سلاسل، وفي الفراغ اللي هو السبعة ده هنعمل عمود بلفتين، تلاتة سلسلة، عمود بلفتين في نفس الفراغ،
أربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة، لفتين وعمود في الفراغ اللي بعده، أربعة سلسلة، لفتين وعمود في الفراغ اللي بعده، أربعة سلسلة، لفتين وعمود في الفراغ اللي بعده. عندي تلات أربع سلسلة أول، لفتين، عندي تلات أعمدة، هعمل فوق كل عمود منهم عمود بلفتين، وبعديها هسبق على طول في اهو، هروح اخد لفتين، هسيب السلاسل دي كلها واروح جايه في العمود ده، وشبكه على طول بعمود بلفتين، وهكمل لغايه اخر السطر بنفس الطريقه. الا وهي حلوه، الا وهي دي جديده ولا مش عاجباك؟ قولولي، بس لو عاجباك قولي لي هكملها. المهم الا وهي هنعمل ايه؟ تلات اعمده، أربعة سلسلة، عمود في الفراغ، أربعة سلسلة، عمود في الفراغ اللي بعده، أربعة سلسلة، عمود في الفراغ اللي بعده، أربعة سلسلة في الفراغ رقم في ده، عمود بلفتين، ثلاثة سلسلة، عمود بلفتين، بعدين أربعة سلسلة، عمود في الفراغ اللي بعده، أربعة سلسلة، عمود في الفراغ اللي بعده، أربعة سلسلة، عمود في الفراغ اللي بعده، أربعة سلسلة، وبعدين ثلاث أعمدة هنشبكهم على طول في الأربع في الثلاث أعمدة اللي بعديهم لغاية آخر السطر. شكل المفرش لحد هنا، وفي آخر السطر هنعمل هقفل هنا اهو، او في رابع سلسله اللي هي هنا اهو. طبعا انا عامله عمودين هنا اهو فوق كل عمود، وهقفل بغرزه منزلقه كده. سطر رقم 12 هعمل سلسله وهدخل فوق نفس المكان اللي واقفه فيه كده، واعمل غرزه حشو. هدخل فوق العمود اللي بعديها واعمل غرزة حشو، هدخل فوق العمود اللي بعديها واعمل حشو، هدخل فوق العمود اللي بعديها واعمل حشو. انا كده عملت كام؟ خمسة حشو، اربعة حشو، واحدة فوق دي وتلاتة فوق دي. فاول فراغ عندي هعمل واحدة حشو، هعمل تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، في نفس الفراغ هروح عاملة حشو، اتنين في الفراغ اللي بعديها هروح عاملة واحدة حشو، هعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة، وهعمل في نفس الفراغ اتنين حشو، هعمل في الفراغ اللي بعديها واحد حشو، وهعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة، وهعمل اتنين حشو في نفس الفراغ، واحد اتنين تلاتة، لا لسه سوري، حشو في الفراغ اللي بعديها، تلاتة سلسلة واتنين حشو في نفس الفراغ، في الفراغ اللي هو الفي ده هنعمل واحدة حشو، واحد اتنين تلاتة سلسلة، واتنين حشو في نفس الفراغ. اهم حاجة يبقى عندي، يعني بصي، في كل فراغ في ثلاثة سلسلة وثلاثة حشو، في كل فراغ ثلاثة سلسلة وثلاثة حشو. هعمل حشو في الفراغ اللي بعديها، واحد اتنين تلاتة سلسلة، اتنين حشو في الفراغ نفسه، حشو في الفراغ اللي بعده، تلاتة سلسلة، اتنين حشو في الفراغ نفسه، حشو في الفراغ اللي بعده، واحد اتنين تلاتة سلسلة، اتنين حشو في نفس الفراغ، حشو في الفراغ اللي بعده، واحد اتنين تلاتة سلسلة، اتنين حشو في نفس الفراغ. هنا عندي ستة أعمدة، فوق كل عمود هعمل واحدة حشو، واحد اتنين تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، وارجع هنا هو هعمل واحدة حشو، واحد اتنين تلاتة سلسلة، واتنين حشو في نفس الفراغ، وهكمل بنفس الطريقة اللي عملتها هنا هو.
آلة وهي بعمل في كل فراغ حشو 3 سلسلة 2 حشو في نفس الفراغ، حشو 3 سلسلة 2 حشو في نفس الفراغ، وهنا على الأعمدة دي بعمل حشو على كل عمود لغاية آخر السطر. السطر بصي هيبقى عندك هنا باقي الاثنين عمود دول مرضتش اعملهم، هندخل فوق اول عمود هنعمل حشو، فوق تاني عمود هنعمل حشو، احنا اوريدي تالت عمود كنا عاملين فوقيه حشو، هندخل هنا ونعمل غرزة منزلقة. تمام، ده شكل المفرش. دلوقتي تقدري تقفي في الجزئية دي لو انت عايزة مفرش صغير، او تقدري تكبريه زي ما احنا هنكبره. لو لقيت الفيديو كبير هكمل لكم جزء تاني علشان الفيديو ما يتواتش، وهحط لك الاجزاء ورا بعضيها، وبرده هحط لك الروابط هنا ورا بعضيها وفي التعليقات علشان ما تهجيش منك. السطر الجديد اللي هو في الواحد يا واحد يا واحد اهو 13، هنعمل منزلقة فوق الأعمدة دي كلها لغاية ما نوصل هنا اهو في الفراغ الصغنطوطة ده. هنعمل ايه؟ هنعمل منزلقة فوق العمود اللي بعديه، منزلقة فوق العمود اللي بعديه، بندخل كده وناخد لفة ونطلع من الحلقة، ندخل كده وناخد لفة ونطلع من الحلقة لغاية ما نوصل في الفراغ. هنعمل برضو منزلقة جوه الفراغ، هنعمل 4 سلسلة 1 2 3 4 سلسلة، لفة 2 على الإبرة، وفي الفراغ نفسه ده هعمل 4 أعمدة كل عمود منهم بلفتين. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، يبقى انا كده عندي كام؟ 5 أعمدة. الـ4 سلسلة دول اتحسبوا اول عمود، وبعد كده 4 أعمدة جنبيهم. هنعمل سلسلة هياخد لفتين، وفي الفراغ الصغنطوطة اللي جنبيه ده اللي هو بعديه ده هعمل 5 أعمدة كل عمود منهم بلفتين. 2 3 4 5 سلسلة لفتين، في الفراغ اللي بعديها هنعمل 5 أعمدة كل عمود منهم بلفتين. 2 4 5 سلسلة. هكمل بقى، بصوا في الفراغات الصغنطوطة دي شايفين الفراغ الصغير ده، هنا 5 أعمدة سلسلة، 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 لغاية ما اوصل اللي هو الكيرف ده. بصي انا عملت كده هنا مجموعة 2 3 4، هنا المجموعة اللي في حرف الفي اللي فوقيها قبليها هعمل 2 سلسلة مش سلسلة واحدة، هعمل 2 سلسلة، وبعدين اعمل المجموعة اللي في حرف الفي دي اللي هم 5 أعمدة، طبعا كل عمود منهم بلفتين، تلاتة اربعة خمسة 2 سلسلة، هياخد لفتين في الفراغ اللي هو الصغنطوط ده اللي بعده ده، هعمل برضو 5 أعمدة، أربعة خمسة، سلسلة، وبعد كده هعمل 5 أعمدة في اللي بعديها. يبقى أنا بعمل 2 سلسلة بس فين؟ هنا هو في قلب اللي هما دول 2 سلسلة 2 سلسلة، لكن هنا سلسلة 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 بين 5 أعمدة. هنا اهي
عملت المجموعة كلها كده الاولانيه، هروح عاملة سلسلة واخد لفتين، هتجاهل كل ده واجي يعني هنا اهو عند اول فراغ، واروح عاملة برضو اربع خمس قصدي اعمدة، وهكمل بنفس الطريقة. سلسلة وخمس أعمدة في الفراغ الصغير اللي بعده، تمام اهو، هكمل بنفس الشكل ده كده داير ما يدور المفرش كله. شكل المفرش دلوقتي تقدري تنتهي في المرحلة دي او تكملي زي ما هنكمل. هنقفل هنا في اخر، انا عملت هنا خرق سلسلة بين بعد المجموعة دي، هقفل هنا في اول سلسلة فوق او الرابعة لو عديتي من تحت بغرزة منزلقة. هنعمل سطر رقم 14، هنعمل 1 2 3 4 سلسلة لفتين، وهدخل فوق العمود ده واقفل قفلة 2 واسيب التالتة على الابرة، لفتين وادخل فوق العمود اللي بعده واقفل قفلة 2 واسيب التالتة على الابرة، لفتين وادخل فوق العمود اللي بعده واقفل قفلة 2 واسيب التالتة على الابرة، لفتين فوق العمود اللي بعده واقفل قفل 2 واسيب الاخيرة على الابرة. معايا خمس حلقات على الابرة، هاخد لفة واطلع منهم كلهم سوا. انا كده جمعت كل خمس اعمدة مع بعضهم. هعمل سلسلة، هاخد لفة 2 وادخل هنا هو في الفراغ ده واخد لفة واقفل قفلة، وبعدين اقفل قفلة واقفل سلسلة، هاخد لفة وهدخل هنا في نص العمود، مش هدخل في اوله، هدخل في نص العمود هنا هو كده هو، واخد لفة واقفل دي كده نص عمود، بقى عندي فتحة صغيرة هنا، تمام. هعمل سلسلة، هاخد لفة 2 على الابرة، عندي خمس اعمدة اللي هجمعهم سوا، هدخل هنا واخد لفة واقفل قفلة والتانية واسيب الاخيرة على الابرة، لفتين وادخل فوق العمود اللي بعده لفة واطلع، لفة واقفل واقفل قفلة واسيب الاخيرة على الابرة، لفة 2 وادخل في العمود اللي بعده لف واطلع، اقفل واسيب الاخيرة على الابرة، لفة 2 وادخل في العمود اللي بعده اقفل قفل 2 واسيب اخر حلقة على الابرة، لفة 2 على الابرة هدخل فوق اللي بعديه اخر عمود، هاخد لف واطلع، لف واطلع من حلقتين، لف واطلع من حلقتين واسيب الاخيرة على الابرة. معايا ست حلقات على الابرة، هاخد لف واطلع منهم كلهم سوا. هعمل سلسلة، لفة 2 وادخل هنا في الفراغ واقفل قفلة 2 3، هعمل سلسلة واخد لفة واحدة بس، هدخل هنا في نص العمود كده اهو، واخد لفة واقفل بنص عمود كده اهو، عندي فتحة صغيرة اهي. سلسلة، لفة 2، هدخل فوق اول عمود واقفل قفلة 2 واسيب التالتة على الابرة، هاخد لفة 2 وادخل فوق العمود اللي بعده لفة واقفل قفلة 2 واسيب الاخيرة على الابرة، لفة 2 وادخل فوق العمود اللي بعده واطلع، لف قفلة 2 واسيب الاخيرة على الابرة، لفة 2 وادخل فوق العمود اللي بعده واطلع واقفل قفلة 2 واسيب الاخيرة على الابرة، لفة 2 وادخل فوق العمود اللي بعده واطلع اقفل قفلة 2. معايا ست حلقات على الابرة، اخد لفة واطلع من كلهم سوا واقفل، بعدين اعمل سلسلة، لفة 2 وفي الفراغ ده هعمل عمود بلفتين سلسلة، هاخد لفة وادخل هنا في نص، بصي في نص العمود الحتة دي مهمة، في نص العمود كده اهو واقفل نص عمود كده اهو، عملت فراغ صغير وبعدين سلسلة وبعدين اجمع الباقي.
أعمدة اللي بعديها شكلها بقى كده لغاية آخر السطر. عملت اسمها ايه الكيرف ده او اول مجموعة دي. هنا هنبدأ في مجموعة في ظهرة تانية اللي هي اللفة دي، هنبدأ في اللفة التانية. المجموعة الأخيرة هنا والمجموعة الأولى هنا هيتجمعوا مع بعضيهم. ركز احنا فين؟ هنا خلصنا جنب ده، هنبدأ في جنب تاني، يبقى أنا هشبك دي في دي. خلاص هنا عملت هنا 5 أعمدة، هروح واخدة لفتين على طول، مش هعمل بقى الفاصل اللي هو دي. هروح داخلة هنا اهو ومعملاهم مع بعضيهم. لفتين كده بقى معايا 10. ال10 أعمدة كلهم سوا معايا 2 4 6 8 10 11 حلقة على الإبرة. هاخد لفة واطلع منهم كلهم سوا، هقفل عليهم وبعدين اعمل سلسلة واخد لفتين واعمل العمود اللي انا بعمله فاصل بينهم. باينة كده اهي كده. هبدأ بقى بص، هنا خلصت دي كده، وهنا دول جمعتهم مع بعض، هخلص دي كده، وهنا اجي عند دول اتجمع دول مع بعض، وهكذا لغاية اخر السطر. اخر السطر هعمل هنا سلسلة وهاخد لفتين، هجمع ال5 أعمدة دول مع بعض، هدخل في اول عمود واخد لفة، لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين، معايا التالتة على الابرة. هاخد لفتين وادخل في العمود اللي بعديه، واخد لفه واقفل قفله والتانيه واسيب التالته على الابره، لفتين وادخل فوق تالت عمود واقفل قفله والتانيه واسيب التالته على الابره، لفتين وادخل هنا اهو واخد لفه اقفل قفله والتانيه والتالته الاخيره على الابره. هاخد لفتين وفوق اخر عمود اللي هو رقم 5 واقفل قفله والتانيه، معاها 6 حلقات على الابره، هاخد لفه واطلع منهم كلهم سوا. هدخل هنا اهو في التجمع ده كده واخد لفه واقفل هنا كده. ده شكل السطر دلوقتي. السطر رقم 15، رقم 15، وركزي معايا هنا. هنعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، لف 2 على الإبرة. هسيب أول سلسلة هنا اهو، وهسيب السلسلة اللي هنا اهو اللي في الفراغ الصغنن ده، هدخل في السلسلة دي تاني، هسيب دي ودي وهدخل هنا اهو وأعمل عمود بلفتين. هعمل 2 سلسلة، لفتين على الإبرة، هدخل فوق التجمع بتاع الأعمدة دي واخد لفة واقفل قفلة 2، ادي العمود. 2 سلسلة، لفة 2 على الإبرة في الفراغ اللي جنبيها على طول، هعمل عمود بلفتين. 2 سلسلة، لفة 2 على الإبرة، هفوت الفراغ الصغير ده وادخل جوه الفراغ اللي هنا ده واعمل عمود. 2 سلسلة، لفتين فوق تجمع الأعمدة ده هعمل عمود. 2 سلسلة، لفة 2، هدخل هنا في الفراغ ده واعمل عمود. 2 سلسلة، لفة 2، هسيب الفراغ الصغير ده وجوه هنا اهو هعمل عمود. 2 سلسلة، لفة 2، فوق التجمع بتاع الأعمدة ده هعمل عمود. 2 سلسلة، وادخل هنا اهو واعمل عمود. 2 سلسلة، هسيب الفراغ الصغير ده واخد لفتين في الفراغ اللي جنبيه ده هعمل عمود. 2 سلسلة، لفتين على الابرة في التجمع بتاع الاعمدة ده هعمل عمود. فوق الاعمدة دي هعمل عمود.
اتنين سلسلة لفتين، وفي الفراغ اللي جنبيها على طول هعمل عمود، اتنين سلسلة لفتين، هسيب الفراغ الصغير ده في الفراغ اللي جنبه هعمل عمود، اتنين سلسلة فوق التجمع بتاع الأعمدة هعمل عمود، اتنين سلسلة لفتين في الفراغ اللي جنبه هعمل عمود، اتنين سلسلة ولفتين، هسيب الفراغ الصغير ده وفي الفراغ اللي هنا ده هعمل عمود. هشتغل هنا برضو فوق دي وهنا اهو وهنا اهو وفوق دي وهنا اهو وهنا اهو. المهم عدد الأعمدة عندي يكون 21. ممكن ما تشتغليش فوق التجمع ده وتشتغلي في الفراغ الصغير، انت توسطنيها خلاص، بحيث ان انا عايزه في النهايه عندي عدد الاعمده في الكيرف الواحد، الكيرف اللي هو من اول التجمع ده للتجمع ده يبقوا 21 غير البدايه والنهايه، تمام كده؟ يعني ده مش محسوب معايا والاخر واحد مش محسوب معايا، اللي في النص هيبقوا 21 عمود زي كده. دي اول واحده دي مش محسوبه معايا، بعديها عيد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 21 انا لسه ما جيتش عند التجمع ده، يبقى انا عندي اول حرف اللي هو اليو الصغير ده مش شغاله فيه، واخر حرف يو ده مش شغاله فيه، ولا الفراغ اللي جنبي في النص في 21 عمود. كل الكيرف من دول هيبقى كده خلاص. هنا عملت اتنين سلسلة، هياخد لفتين، هدخل بصي هنا عندي 10 اعمدة متجمعين، 5 و5 صح؟ هدخل هنا فوق اول 5 واخد لفة واقفل قفلة واحدة، اقفل التانية واسيب الحلقة على الابرة، هياخد لفتين هدخل فوق الخمسة اللي جنبيهم واخد لفة، لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين، معايا 3 حلقات على الابرة اخد لفة واطلع منهم كلهم سوا. انا بجمع دول متجمعين بس، دول بس اللي متجمعين مع بعضيهم، بعد كده هرجع ابدا تاني من اول. اتنين سلسله هياخد لفتين، هسيب اليو الصغيره دي وهدخل هنا اهو في الفراغ اللي بعديها، ممكن اشتغل جوه اليو واسيب الفراغ اللي بعده، اهم حاجه يطلع عندي 21 اعمده. اتنين سلسله لفتين فوق التجمع بتاع الاعمده هعمل عمود، اتنين سلسله لفتين في الفراغ اللي جنبيها هعمل عمود، اتنين سلسلة لفتين هسيب اليو الصغيرة دي وادخل هنا اهو وهعمل عمود، وهكذا زي ما عملت في اول فستونة في اول كيرف. هنا اهم حاجة هنا في التجمع ده بعمل عمودين متجمعين مع بعض، لكن الباقي فيما عدا ده هيبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 عمود غير الاولانيه دي عشان تتجمع مع اللي قبليها. يبقى انا عندي 21 عمود غير الثمانيه اللي هي الحرف 8 ده، تمام؟ في كل كيرف غير السطر هنا عملت 2 سلسله وهياخد لفتين، هعمل هنا فوق التجمع ده عمود واقفله، يعني هسيب اخر قفله هقفله فين بقى؟ عد من هنا واحد، مش هعمل واحد اتنين تلاته اربعه، في رابع سلسله هاخد لفه واطلع من كل اللي على الابره كده، تمام. قطع رقم 16 هعمل سلسله في نفس المكان اللي انا واقفه فيه، هدخل واخد لفة واعمل غرزة حشو، هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، في اول فراغ هيقابلني على طول هعمل حشو، 1 2 3 سلسلة، في الفراغ اللي بعده على طول هعمل حشو، 1 2 3 سلسلة، في الفراغ اللي بعده حشو، 1 2 3 سلسلة، الفراغ اللي بعده حشو. هعمل 3 سلسلة وحشو في كل فراغ لغاية ما اوصل فين؟ عشان هو بس الكيرف كبير فهياخد وقت. بصوا هنا هعمل 3 سلسلة حشو، 3 سلسلة حشو في كل فراغ لغاية ما اوصل، شفتي حرف التمانية ده اللي هو شايفة التجمع بتاع الأعمدة
ده اللي هو عامل 8 كبير، ده التمانية اللي فوقيه الصغننه دي. تمام، هعمل يعني لغايه ما اوصل هنا 3 حشو 3 حشو لغايه ما اوصل هنا، هو قد التمانية اهي دي. شغلت الكيرف كله 3 حشو 3 حشو 3 سلسله حشو يعني. هنا عند التمانية دي، حرف التمانية ده هعمل حشو فوقيه. آه لا، ما عملتش الثالث يعني، انا بص عامله في الفراغ اللي قبليه على طول حشو، هعمل 3 سلسله حشو فوق الحرف التمانية ده، وبعد كده 1 2 3 سلسله حشو في الفراغ اللي بعديه على طول. بس هي دي بس الحته اللي انا كنت عايزه اقولها لكم، وبعد كده هنكمل نفس الفكره. 3 سلسله حشو في الفراغ اللي بعده، 3 سلسله حشو في الفراغ اللي بعده، وهكذا لغايه اخر السطر. اخر السطر 2 سلسله 3 سلسله، وهقفل في اول غرزه حشو هنا اهو بغرزه منزلقه. عايزه اوريكم الشكل دلوقتي اهو، ده نص المفرش اهو كده، نص المفرش بالظبط. رقم 17 هعمل منزلقه جوه الفراغ هنا، وهعمل 1 2 3 4 5 6 سلسله، لفه 2 على الابره، وجوه الفراغ اللي بعديه هعمل عمود بلفتين، هعمل 2 سلسله لفه 2 على الابره، وفي الفراغ اللي بعديه هعمل عمود بلفتين. نفس السطر اللي هو اللي فات ده، 2 سلسله لفه 2 على الابره، وفي الفراغ اللي بعده هعمل عمود لفتين، 2 سلسله لفه 2 على الابره، في الفراغ اللي بعديه هعمل عمود بلفتين. هعمل كده 2 سلسله وعمود بلفتين في الفراغ اللي بعديه، في السطر اللي بعديه، لغايه ما اخلص الكيرف اللي هو فين اهو الفستونه دي. هشتغل هنا كل ده لغايه ما اوصل، شايفين التمانية دي هنا عند التمانية دي هاي اللي هي فين اللي كانت فوق التجمع بتاع الاعمده، خلاص اللي هو الكيرف ده. هعمل 2 سلسله عمود 2 سلسله عمود في كل فراغ لغايه ما اوصل للتمانية دي. عملت كيرف ده كله 2 سلسله عمود 2 سلسله عمود لغايه فين؟ لغايه ما اوصل اهو هنا، شايفين التمانيه دي، عملت 2 سلسله قبليها، هدخل في الكيرف اللي قبليها واعمل عمود اقفله قفلتين واسيب التالته على الابره، هاخد لفتين، وفي الفراغ اللي بعديها على طول هقفل قفلتين، ومعايا 3 حلقات على الابره، هاخد لفه واطلع منهم كلهم سوا. يبقى انا كده عندي التجمع ده فوقيه التمانيه فوقيه التمانيه دي. بعديها هكمل عادي زي بقية المرقونية، 2 سلسله عمود بلفتين فوق الفراغ اللي بعده، 2 سلسله عمود بلفتين فوق الفراغ اللي بعده، 2 سلسله عمود بلفتين فوق الفراغ اللي بعده لغايه اخر السطر. هاجي بس عند التجمع ده واعمل تجمع تاني.